تحضر معنا الممثلة الشابة النجمة نجمة التلفزيون والسينما آية الدرصاف. خرفي مرحبا بك. يعيشك الله يسلمك. مرحبا بك إدريس، وسعيدة جدا بتواجدي لهنا في الصيف، خاصة في هذه الأيام السينمائية. أنت نجمة في الصيف. يعيشك، شكرا، ربي يحفظك. درصاف ولا آية؟ اش تفضلي؟ درصاف. اوكي، تفضلي درصاف. خليوها درصاف. أيه. إذا درصاف كانت مسيرتك حافلة، الانطلاقة تاعها كانت من المسرح، ثم انتقلتي مباشرة إلى الشاشة الكبيرة، وحتى عندك أدوار كذلك في السينما. كيفاش كان هذا الانتقال؟ الانتقالة تاعي من خشبة مسرح الصيف إلى الشاشة ربما هي جت تحصيل حاصل. تحصيل حاصل للوش وش هزيت من المسرح، نفذته في الشاشة. تجربة مختلفة كليا، مختلفة، لكن لما تكون ديت تكوين في المسرح نظن ماكش راح تلقى يعني صعوبة كبيرة في الشاشة، وهذا الشيء اللي خلاني ربما يعني نتوفق لحد ما نتوفق في الشاشة. درصاف كانت في أول ظهور للشاشة خطفت الأنظار، خاصة أنظار المخرجين اللي تواصلوا معك في مختلف الأعمال، والأكيد أنك حققتي نجاح خاصة في البداية لما كان عندك أول ظهور من خلال التعابير والملامح، أنك تتمكن كثير في التحكم في ملامح الوجه. صح. هو أول عمل اللي ربما لفت الانتظار فيه هو ليام، كان عندي دور صغير بدور أمل، لكن هذاك الدور لفت الانتباه رغم يعني صغر الدور، لكن هذاك الدور يعني يردني محل أنظار لبعض المخرجين، ولاو اتصلوا بيا مخرجين واحد اخرين، والعام هذا جو سي با الى شافوا بعض المشاهدين مسلسل الرهان، وين كان عندي ثاني دور صغير لكن برزت فيه، ما رانيش انا نقول مي حسب المشاهد بيان سور. دونك سيتي اون اكسبيريونس يعني مختلف على واش قدمت من قبل، حتى الدور كان مختلف على الادوار اللي قدمتها من قبل، ونبقى دائما نقولها باللي ما هذه الا البدايه. الجمهور تاعك ما يعرفوش باللي السند الكبير والقوي هي العائله تاعك، وخاصه الوالد الكريم. احكي لنا دور الوالد خاصه كذلك الوالده باش ما تزعفش علينا في نجاحاتك. هو اول واكبر دعم ليا هي العائله، خاصه الوالد، لانه في الصيف باش تدير عفسه كيما هذه باش تكوني ممثله شويه صعيبه يعني على المجتمع الصيفي، لكن كي يكون الوالدين مأمنين بيك نشكر الوالد اللي في كل خطوه تقدر تقول هو المناجر تاعي، يعني في اي حاجه نستشيره يعطيني رايه وكلش نوجه له تحيه، وحتى للام لانه حتى الام تاعي هي ممثله. دونك يتقاسموا معك؟ يتقاسموا معايا كلش. كلش جميل جدا. درصاف داخل الجامعه بعد ما برستي في الشاشه، كيفاش كان تعامل الاساتذه وكذلك الطلبه زملائك؟ في 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 يعني في ديبو ما كنتش على بالي باللي رايحين يعرفوني هكذا، ما كنتش على بالي باللي يعني يشفاو عليا، كانت تبان لي باللي ماش رايحين يشفاو عليا. في بالك شغل لفتي ان ابيرسي. ان ابيرسي اكزاكتومون، مي من بعد كي شفت لي يقراو معايا عرفوني، جيت تسقسيوني كيفاش راكي تقراي، كيفاش راكي توفقي بين القرايه والجامعه، دونك صافي بليزير والله، يعني كنت فرحانه بزاف، خاصة وانه زملائي زعما يعني الشعب الاول اللي فرح بيا هما الاقربون كزملاء. ومن بعد ولات فيها بيستون على الاساتذه ولا والو؟ لا لا والله والو. لا لا والو. درصاف في مسيرتك هذه اللي نقولوا راكي مازالك في البدايات، الى انه قدرتي تحققي نجاحات كبيره. الناس اللي راهي ممكن ما تعرفش درصاف في حياتها اليوميه، درصاف هي انسانه بسيطه متواضعه. احكي لنا شويه على التواضع تاعك. انا نعرفها باسكو عندنا شغل معرفة قديمة، ولكن الناس المشاهدين تاعك ما يعرفوش باللي درصاف انسانة بسيطة. بسيطة جدا لأقصى درجة. أولا أنا بنت حي شعبي، بنت عائلة بسيطة جدا، نسكن في حي شعبي، ويعني ما نظنش أنه حاجة راح تتبدل فيا ولا تقدر تتبدل فيا، لأنه هذيك هي طبيعتي، يعني أنا على طبيعتي ندير سبور، نركب في البوس، يعني إنسانة بسيطة يعني. معليش. اذا ككلمه اخيره واش تقولي للمشاهدين وخاصه المتابعين تاعك اللي بداوا يامنوا بالقدرات تاعك وحابين يشوفوك في ادوار اكبر من هذه؟ نقول لهم نشكرهم بزاف، لانه خاصه في هذا رمضان نقدر نقول لك بلي رد فعل الناس فرحني بزاف،
خاصة أنا ما كنتش نستنى في هذا الغوتور، مي الحمد لله يا ربي. نقول لهم إن شاء الله نبقى على هذا الطريق، إن شاء الله ما نخيبش ظنكم، ومازال كاين جديد، إن شاء الله نبقى نخدم حتى نوصل وين راني حابة، وإن شاء الله ثاني نكون عند حسن ظن المشاهد الجزائري. وفيها أدوار في السينما؟ أكيد كاين عملين سينمائيين في هذا الصيف إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك درصاف. مشاهدينا، التغطية متواصلة بمهرجان السينما الدولي بستيف. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.